السلام عليكم، نتمنى تكون بخير وعلى خير. الوغ اليوم في هذا الفيشي كاين لي مثلا هذا واحد الفيشي في الاكسل، عندنا واحد لو طابلو فيه لي سيلول اللي كيكونوا خاويين او لي لين اللي كيكونوا خاويين. دابا نورمالمون الطريقه العاديه باش كنمسحوا هاد لي لين اللي كيكونوا خاويين كتمشي لهنا، الا كان عندي لا لين كنكليكي ابري كندير كليك دروا سوبريم هو تمسح عاوتاني بنفس الطريقه نسيليكسيوني هذا وحنا غادي. دابا لي نفترض هذه الطريقه العاديه، دونك الا كان عندي بزاف ديال لي لين انا غادي نتعذب فيهم. كيفاش نمسح هاد لي لين في مره واحده يعني ما يبقاوش يتعب؟ الوغ غنحط الكاسو ديالي في الطابلو وغنمشي نسيليكسيوني هاد الطابلو اللي عندي فيه الغرض باش انا نمسح دوك لي لين. كتسيليكسيوني الطابلو ديالك على هاد الشكل، ابري كتمشي كتكليكي على اف 5 من الكلاب، دونك كنكليكي على اف 5 وابري كيعطيني هاد لا فينيتر ديال اتاند. كنهبط لتحت كاينه سيلول، كيف سيلول كنقلب هنا على سيلول فيد كنشيها ابري كندير اوكي. شكون لي ماكتيفي حالي اولا شكون لي دار لهم يعني لي لين لي تسيليكسيونو هما لي لين لي كيكونوا فيد يعني لي خاوي. غنجي لهنا فوق من واحد لا لين غندير كليك دغوا وابري غنكليكي على سوبريم. هنا غيعطيني هاد لا فينتر ديال سوبريم، قالك شنو باغي سوبريم، واش لي سيلول اولا لي لين ولا لي كولون. الوغ هادو كيتسموا لي لين، عاوتاني هادو اللي كيكونوا عموديين كيتسموا لي كولون. الوغ غنمشي ندير له لين اونتيير اوكي هو سوبريما، مابقاش عندي دوك لي لين اللي كيكونوا خاوي. دونك كانت هادي هي الطريقة باش نشوفو كيفاش نسوبريمي بزاف ديال لي لين اللي كيكونوا عندنا خاويين في اللو طابلو ديالنا مرة واحدة بلا ما نبقاو نسيليكسيون واحد بواحد.